بعد وجبة الإفطار بدقائق قليلة بعض الناس بتبدأ بكاسة مي وبعدها بالشوربة وبعدها بالوجبة الرئيسية. طبعا هدول لا نلاقيهم مع كاسة العصير بأصنافه المختلفة. والبعض الآخر من الناس ما بتترك قنينة العصير أبدا لدرجة أنه ما بتهتم بالمأكولات الموجودة لاعتقاد أنه هالشي حيخليها تتفادى العطش باليوم الثاني. خبرني شوي هيك يا ورد، أنت من هذا النوع؟ تأكل ولا بتشرب أكثر؟ هو أنا برمضان لا عم باكل ولا عم بشرب، بس بتطلع بعيوني. إيه بس بتطلع بعيونك. عن جد يعني أنا من الناس اللي برمضان شهيتي بتصير تحت الصفر، لأنه يمكن المعدة بتصغر، يمكن انقطاع عن الطعام لفترات طويلة، وهذا الموضوع خطأ طبعاً، لأنه بالنهاية في عندك مهام وعبادات لازم تقوم فيها. يمكن أول كم يوم بتضاين، لكن بعدين بتفرط، حتى ما تفرط عزيزي المشاهد مثل حكايتنا، وتكون عم تعاني من تداعيات تانية بسبب سوء الغذاء. بفقرتنا الخاصة بالتغذية لليوم خصصنا الحديث أكثر عن المشروبات الرمضانية اللي بتعطينا طاقة وما بتعطينا سكر وسعرات حرارية عالية. شو الكمية المسموح لنشربها بين الفطور والسحور، وكيف ممكن تأثر على صحتنا بتناول المفرط؟ تفاصيل وأجوبة كثيرة رح نتعرف عليها مع ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة ثواب الغبرة، وهي اختصاصية بالتغذية. يسعد أوقاتك، رمضان كريم لك. إن شاء الله علينا وعليكم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا. بداية خلينا نحكي بالمشروبات الرمضانية، باردة أو ساخنة بمختلف أنواعها. شو هي المشاريب اللي أنت بتشوفيها أنه هي ما بتضرنا ومريحة على المعدة ونحن بنشربها يعني أكثر شيء بهذا الشهر؟ صح، هلا كلياتنا هلا قلتي احلى شيء ساخنه وبارده. الساخنه على طول عندها كارت بلانش، يعني نحن بنضل نلاقي الساخنه هي افضل من البارده. البارده لها مشاكل كثير، بس هلا القاعده العامه الاساسيه والكل بيعرفها بس يا ريت بيطبقها، هو سلسوني طعامك، سلسوني شرابك، سلسوني نفسك. احسن مشروب بالكره الارضيه هو الماء، والماء ما يكون من السلة من الثلاجة، لأنه هلأ الجو معتدل. تمام، الماء الفاتر اللي بنفطر عليه مع شوية تمرة هذا من أجمل الإفطارات اللي نحن بدنا. هلأ فيما بعد المشروبات الرمضانية اللي هي الأمر الدين وعندك تمر هندي والعرق السوس، وهدول الأكثر أشياء أنا ما بخبي النسبة العالية فيهم تبع السكر، مع أنه أنا مع بعض الناس للوصفات اللي عندها ضغط منخفض أنه العرق السوس كتير كويس للناس اللي عندها التهابات خفية بالجسم، رائع، بس ما نتجاوز هاي القاعدة حتى ما يصير تطبل ونحن جاي بين رمضان نسطح بطننا، ما يصير عنا يا تدور بالبطن بعد فترة العيد. هاي هي الفكرة الأساسية والكل بيعرفها بس ما بيطبقها. بس نحن هلا مو بفترات صيف شديدة حتى نصير نطلع نلاقي المي السوائل غلبت الأكل، لأنه هي اللي بتعمل تمديد للعصارات. تماما، يعني إذا ازدادت الطقس منضبط فلذلك ما عم نعطش كثير، فخلينا معتدين وكمان ما ننسى المي. يعني في ناس بتنسى المي جدا بهذا الشهر الفضيل، ما بتلحق تشرب. خاصة بتعرفي مين الناس اللي بدنا ننبه عليهم هلا اللي صاموا؟ الناس اللي عاملة عمليات قص المعدة أو السليف أو هدول بيكون صغرة حجم معدتهم وبينسوا عندك يا مراكز العطش بتكسل هنا وكبار السن، فبيصير عنا بدنا نذكرهم بالمي تذكير، يعني مو العطش اللي بيذكرهم على فكرة بينسوا ليوم تاني ممكن ما يشربوا لك ولا شيء، فنحن بنقول بيحطوا بعد ما خلصوا عندكم فاتوا على صلاة التراويح بالليل حطوا فنجان مي كل شركتين ثلاثة يشوفوا شفة، لأنه هدول بينسوا المي نهائياً. وهي مشكلتي برمضان بخاف على الكلى، إنه نحن يصير عنا ترسبات أملاحية عندك أملاح وهالقصص هي على هالعضو المهم، فبنلاقي حالنا كثير صارت مشاكل فيما بعد. تمام، طيب تعالي نعمل هيك تصفيات. أمر الدين، تمر هندي، جلاب، حلو. عرق سوس، هذا اللي بيطلع التم هذا تبع الأولاد، مشروب الأولاد. فكرك إذا عملنا نصيحة بيردوا علينا الأولاد؟ نحن علينا نعمل اللي علينا، نعمل اللي علينا والباقي على ربنا. طيب تمر هندي، عرق سوس، جلاب. أمر الدين، جلاب. على فكرة أنا بحب وأنا صغيرة مشان ما بدون ذكر أسماء تجارية، في العصائر يلي بتجي بظروف الملونة تنكات والهدول يعني فيها نسبة سكر عالية، فيها نسبة حمض ليمون كمان. من الأسوأ للأفضل نبلش، من الأسوأ للأفضل التنكات، التنك يعني لأي شيء بيتذوب وهو سريع الانحلال. الفكرة بيكون في حمض الليمون عالي وبيكون نسبة الصيام بعد عندي إياها ترسبه كله. أنا بحس عم نشرب ملح الليمون، إيه يعني هذا بيجرح الكليه، يعني هذا بدنا ننتبه منه. ما حقول لك اي ولا ولا، لانه هو كان مفروض مشروب عم ينشهر وينباع ولا ما استمر، ونسبه بيقولوا لك انه سعره ارخص وعم يروينا العالم بيهمها هون ما بيهمها باقي جسمه، يعني هي الفكره الاساسيه حتى تكون واقعيه. هلا مشان انت مثل ما صنفت انا حقول الفكره الاساسيه اضرهم هو هذا تبع حمض الليمون. يليها نحن اذا كان عندنا مثلا عرق السوس كثير ماده رائعه فكره وانا معجبه فيها
هذا المشروب، لكن هو بس لمرضى الضغط ما بدنا اياه. يعني مين بيقدر يشرب عرق سوسي؟ وبرضه بغذي. انا ما بعرف انت مع ولا ضد؟ وبيكرعوه في ناس بيكرعوه يعني هو طعمته هن. انا بصراحه ما بعرف بالضبط، كل واحد فينا بيقدر يتقبله في ما يتقبله. صح، يا كثير بيحبوه يا بيحبوه يا ما بيقدروا يحطوه بتمه. بس انت قبل شوي قلتي مرضى الضغط ما بصير يشربوا عرق السوس، طب في امراض معينه ومرضى الغده؟ هذا اللي انا حابه يعني اعرفه منك، انه في امراض معينه نحن لازم ما يشربوا مشروبات معينه كمان. بالضبط. ممكن تحكي لنا عنه؟ هلا مرضى الغده اللي ما بينتبهوا انه عندهم قابليه للتنفخ بشكل عالي. هلا هو هذا المشروب بالذات عنده قابليه لاحتباس السوائل بالجسم عند ايام مو بالطبيعي، فبتلاقي كثير عندنا يا مشاكل فيه. بس هو كثير منيح هذا المشروب لاي انسان عنده التهابات خفيه بجسمه، لانه هو بنسموه نحن بعلم التغذيه كورتيزون رباني. هو ما له كورتيزون بس بيعمل نفس مفعول الكورتيزون بمقاومه الامراض الالتهابيه. يعني انا مو ضده على فكره، بس للناس اللي عندها مرضى مشاكل غده او مرضى الضغط ما بدي اياه. اوكي. الفكره الثانيه، هلا نحن حتى ما نقول الاحزار وهي، وهلا الملونات تبع الجلاب والامور والمشروبات الغازيه، انا اذا بقول لك مو مشكله للمرضى القرحه، ذبح ذبح لمرضى القرحه، ذبح للعالم اللي هي صار عندها تخمه. يعني انت الاكل اللي انت حطيته مع مشروب غازي ما استفدت تقريبا فوق 70% ما استفدت منه، لانه رب العالمين لازم يخلق المعده حامضيه، انت حطيت الوسط المعاكس له، فحتما لا استفاد من حديد اللحم للدجاج للشيء لابدا. ساوعه صارت هضم التخمه اللي بتتجي بعد اي مشروب غازي لا تعادلها اي تخمه. عم نحكي عن الجلاب هون؟ هلا جلاب وعرجت يعني شوي على المشروبات الغازيه، على الكولا، على المشروبات الغازيه، المياه الغازيه يلي في كثير ناس بتفطر بتشرب كاستين منها. غير انه هلا نسبه هي العصاير بترفع نسبه الانسولين فورا درجه بعد الصيام، يعني بيكون الواحد سكره حاليا قبل المغرب 90-95، ما بتلاقي الا صارت فوق ال 230 اي لانسان طبيعي، لإنسان طبيعي، لأنه سريعين الامتصاص ويرفعوا درجة الأنسولين، فما بالك إذا مريض سكري. طيب التمر هندي رائع جدا، بس ما عدا مرضى الكلى. هذا بنحبه كثير، بس لمرضى الكلى ما بحبزه لأنه ترسبه طرحه كلوي. فالفكرة الأساسية هلا مو قصة كل العصاير بتروح المياه تبعها عندك اياها، بس بيعمل أملاح بالكلى شوي. وأمر الدين، أمر الدين رائع لمرضى الإمساك خاصة، أنا بشجع عليه، بس لمرضى السكري لا. فالفكرة الأساسية هلا اللي عنده إمساكات هلا رح نحكي. هلا أنا بقول فيك مثل كيف ما قلت لي شو المشروبات الضارة، هلا حنكون إيجابيين أكثر، شو المشروبات النافعة لكل حالة. هلا انا بقول اهم شيء لمريض الضغط بعد فتره الافطار انه ياخذ شوي شاي اخضر مع ورق الزيتون، هذا المشروب الساحر له. واذا كان كمان بيناسبه هذا الحكي انه يكون سحوره بين البردقان والموز، بيضربهم كسلاش فبيعمل له شيء اسمه رفع للبوتاسيوم، فلاخر لحظه بالمغرب لا جوعان لا تعبان لا عطشان، حتى بينزل الوزن اذا في زياده وزن. نجي لمرضى السكري، اكثر شيء مشروب لهم رائع عندنا يا اذا صاموا عندك يا هو البولو، اللي هو النعنع والليمون اللي محلى بنبات اسمه الستيفيا، اذا ما بيحلوه على احسن تماما. هذا المشروب رهيب للنفخه والغازات ولمرضى السكري. كمان ورق الزيتون اذا نحط بمشروبهم، ان كان عندي الشاي الاخضر مع القرفه او الشاي الاخضر مع ورق الزيتون، خافض لنسبه السكر التراكمي رهيب جدا. نجي لناس اللي عندها مشاكل، عندي كولون، الكولون والكولون العصبي مشروبهم الساحر هو المليسه والبابونيش، هدول مواد مهضمة، يوم يعملوا مليسة وبابونج، يوم يعملوا مليسة وشمر، ما بيشوفوا النفخة ولا الكولون طول فترة الشهر الفضيل. فهي المشروبات الساخنة بتعمل كسر لحاجز هذا الاضطراب الهضمي الموجود عندهم. وكيف بتتاخذ امتى؟ بعد نفضل انا بعد وجبة عندي اياها المغرب، وكمان مشروب ساخن منه كمان بعد فترة التراويح اذا بده ياخذه مع اي شيء عندي اياه سناك بسيط. الناس اللي عندها مشاكل بالمفاصل، احسن مشروب لهم بالنسبه لي انا عندي اياها هو الماء والليمون، بس اجمالا عندي اياها اذا يعني يكون تحلايته شيء طبيعي، لانه بيروح الاملاح اللي بتترسب على المفاصل. هلا شلون بدنا نساوي؟ نحن بنقدر نقول مثل البولو كمان نحط له شويه نعنع وليمون، هذا رائع جدا كمان للناس اللي عندها مشاكل مفاصل واملاح بتترسب عندي اياها على المفاصل على المدى الطويل، خاصه فترات صيام طويله. هلا الناس اللي عندها تساقط شعر، يعني وهالامور اللي بيقولوا شو دخلها هي كلياتهم عندنا، نلاقي انه احنا في نبات اسمه الميراميه والمردقوش، هذول اذا انغلوا مع شاي او شيء بيوقفوا لهم تساقط الشعر وبيعملوا على انتظام هرموني. وخاصه هي لمرضى الغده، الامور الطبيعيه كيف كلها علاجيه جدا يعني. وهي مشروب فينا نحطه مع شاينا ومع هي، لنفرض انا انسانه ما بحب طعمه الميراميه وبلاقي انه في عندي مشاكل، بدي مثلا لاقي بدي اعمل تنظيم للهرمونات للامور، خاصه التساقط الشعر هرموني او في مشاكل تكيس مبايض او اي شيء،
بمجرد شوية بشات حطينا شوية مليسة مع شوية ميرامية وبردقوش، لقيت فرقت الشعر اللي على الفرشاي لقيته خف لنصه بنهاية رمضان. يعني برمضان في أحياناً فقر دم بيزداد، فممكن يؤدي لتساقط زائد. ايه، وحتى للناس اللي عندها مشكلة عندي اياها فقر الدم، بتلاقي المشروب اللي هو فيه البردقان والشوندر، هلا لسه في الشوندر، رائع جدا للناس اللي عندها مشاكل فقر الدم، وخاصة اللي بيهبط عندي اياها الهمة والطاقة تبعها بنهاية قبل المغرب بشوي، فبتلاقي إذا أخذتها على السحور هي الموزة والشوندر والبردقانة مشروب رهيب لرفع مخازن الحديد بالجسم. اوكي، فهي الأمور هي كلياتها، وخاصة إذا مشروب محبب، وفي ناس فنانة مثل ما في فنانة بالطبخ في فنانة بالمشروبات. صح. القاعدة الأساسية إنه أنت وقت بتحس حالك إنك تقلت شوي بالأكل، أجل المشروب إن كان عندي إياه بارد لبعد شيء تقريبا 3/4 ساعة، إذا كان ساخن بالساعة، فبتلاقي فرق بالهضم والعصارات الهاضمة. اوكي، بدي اتشكرك كثير على كل شيء اعطيتينا اياه اليوم، وبدي اقول انه لازم دائما نعتمد على كل شيء طبيعي، دائما نلجا للاشياء الطبيعيه لانه فعلا فيها المنفعه وفيها كثير من الفوائد. صناعه رب العالمين. سبحان الله. شكرا كثير لك دكتوره، ورمضان كريم. علينا وعليكم يا ورد.